بس قبلها يعني قبل ما اقول الاسئله عندي بس ملاحظه بسيطه جدا على ايه انا ما كنتش فاهمها، قريتها مليون مره لكن فهمتها بعد الحادثه البشعه البشعه، اما الاقي شاب متعلم ومتزوج وله وظيفه محترمه وبيتحرش ببنت سنها 5 سنين. وقفت عند الايه دي. طبعا انا مدام الموضوع في القضاء ممنوع حد يتكلم فيه خالص، لا بالسلب ولا بالايجاب، ده في القضاء، والقضاء المصري هياخد حق البنت دي كويس جدا طبعا يعني. لكن انا الايه اللي وقفت عندها انها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، كنت دايما اقف عندها كده واعديها. كلنا شايفين نفس الحاجه، كلنا مليون راجل شافوا هذه البنت، كلنا بعنينا شفناها، يبقى انها لا تعمى الابصار لان شفناها ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. انا لما اشوف بنت سنها 5 سنين اعطف عليها، اديها شوكولاته، اديها بونبوني، انما هو ما شافهاش، هو ما شافهاش كده لان قلبه اتعمى، قلبه اعمى، ما شافش الحقيقه ان دي طفله. وبالتالي كل واحد يا اخوانا يخلي باله من قلبه، كيف يكون قلبك بيشوف؟ كيف؟ اعتقد والله اعلم ان تكون صلتك بالله جيده، يقوم ينور قلبك يخليك تشوف الحقيقه، ما تشوفش بنت سنها 5 سنين على انها انثى خالص. كل ما قربت لربنا بما طلبوا منا كتير جدا هيفتكروا ان انا قصدي العبادات، كتير جدا اول ما هتكلم الكلمه دي هيروح ماسكني، يعني اللي ما بيصليش قلبه اعمى، يعني اللي ما بيصومش. انا مش قصدي كده خالص، ربنا طلب مننا حاجه جميله جدا جدا، انا همثلها لكم بطريقه سهله عشان شبابنا الصغيرين يفهموها. عصفوره تقدر تطير بجناح واحد؟ الاجابه نيفر، لا يمكن. عصفوره قصت لها جناح مش هتطير، مع ان عندها جناح تاني، عشان تطير بالجناحين. اتفقنا؟ صعبه دي، سهله جدا. العصفوره عشان تطير بجناحين، ربنا طلب منا جناحين، المعاملات والعبادات. اللي يركز على العبادات فقط مش هيطير، واللي يركز على المعاملات فقط مش هيطير، الاتنين يمشوا كده زي ما بنقول في الطب هاند ان هاند، الايدين في بعض، معاملات وعبادات. ما تقوليش الرسول عليه الصلاه والسلام لما لقى واحد قاعد في المسجد، في المسجد عايز بعد كده ايه؟ قال له مين اللي بيوكلك؟ قال له اخويا. قال له اخوك احسن منك. الله، طب ازاي ده قاعد في المسجد؟ يا اخوانا انا لا اقصد بالتقرب الى الله بالعبادات، العبادات مهمة جدا جدا ومفروضة ومعروفة وسهلة، لكن شغلك، شغلك ده معاملات. الدنيا هتمشي ازاي؟ هتمشي ازاي من غير ما نشتغل بقوة؟ فالتقرب الى الله بالعمل والمعاملات والعبادات هيخلي قلبك ينور وتشوف الحقيقة، ما تشوفش الدنيا زي ما يعني حاشا لله ان اي حد يقع في هذا الخطأ الجسيم.